مشاهد الكريم ديال القناة سمارت تي في. راه الفريق بالاهداف اللي كنشوفوها دابا، كانت الفريق الوالي التطواني فاز خلال هذه المقابلة بثلاثة اهداف لصفر اياه من لاعبين اللاعب اللي سجل في الاصابه الاولى رائعه، والجمهور كامل كيصفق، وعاود ماركينا الجون الثاني اخي يونس سجل الاصابه الثانيه، والثالثه سجلها عبد الملك جبرتين الذي اعطى كثير للمغرب التطواني ضربه الجزاء الثالثه، وكل الجماهير يصفق، وكنا مزيان مع بعضنا، مزيانين صفقنا مع سلمنا مع بعضنا، وكانت مقابلة جيدة. الحمد لله، كنتمنى على أن المقابلة تبقى جيدة ما بين الفريقين.